السلام عليكم. بيحتفل موقع جوجل بالدكتورة الكبيرة توحيدة بن الشيخ التونسية. في كتير جدا ما كانش يعرفها لغاية لما شافوا صورة واحدة لابسة دكتورة وموجودة على الجوجل، ومحدش كان يعرف مين هي. هي توحيدة بن الشيخ، اتولدت في تونس، هي طبيبة تونسية، اتولدت 1909 وتوفت 2010 عن عمر يناهز 101 عام. حصلت على الشهادة الابتدائية سنة 22، وبعد كده حصلت على البكالوريا سنة 28، وكانت بكده أول تلميذة تونسية مسلمة تحصل على هذه الشهادة. بعد كده اتجهت إلى فرنسا لتحصل على دبلوم الفيزياء والكيمياء البيولوجية. بعد كده التحقت دكتورة توحيدة بكلية الطب بباريس وقعدت 3 سنوات، وبعد كده كملت بقية الدراسة بتاعتها وتخرجت سنة 1936 كطبيبة. وناقشت في السنة الموالية لها رسالتها للدكتوراه، فكانت أول طبيبة تونسية وأول طبيبة أطفال في ذلك الوقت. توحيدة بن الشيخ طرح البنك المركزي التونسي للتداول العام الماضي ابتداء من تاريخ 27 مارس 2020 ورقة نقدية من فئة 10 دنانير، حيث اختير توحيدة بن الشيخ كشخصية رئيسية لهذه الورقة النقدية، وتم طباعة صورتها على العملة، وده طبعا تقدير كبير جدا ليها. بعد كده تولت الطبيبة توحيدة بعد استقلال تونس عدة مناصب، منها إدارة قسم التوليد والطب الرضيع في مستشفى شار نيكول بالعاصمة سنة 55 إلى سنة 64، كما أنشأت في المستشفى ذاته قسم خاص بالتنظيم العائلي سنة 63، وتولت أيضا منصب رئيسة قسم التوليد وطب الرضيع بمستشفى عزيزة عثمانة بتونس، وثم تعيينها سنة 1970 في منصب مديرة الديوان الوطني للتنظيم العائلي. أصدر البريد التونسي كمان طوابع بريدية تحمل اسمها وصورتها، يعني توضع صورتها على العملة ووضع أيضا صورتها على البريد. وأسس عدد من الأطباء جمعية طبية تحمل اسمها جمعية توحيدة بالشيخ للسند الطبي، اعترافا بمكانتها وإسهامها التي توصلت حتى تاريخ وفاتها. وكان لها مساهمات في الصحافة، حيث ساهمت بكتاباتها في النشرة السنوية لجمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين، وساهمت سنة 36 بالكتابة في مجلة ليلى الأسبوعية الناطقة بالفرنسية، والتي تعتبر أول مجلة نسائية تونسية. فيعني هي تعتبر عملت إنجازات كتيرة جدا، درست في فرنسا، بقت دكتورة كبيرة، وطبعا كانت أول دكتورة في تونس والمغرب العربي، فده كان يعني إنجاز كبير جدا وطفرة جامدة جدا، خلت ليها اسم كبير، وتحط فلوسها على صورتها على العملة، واتحطت على الطابع، وكانت بتساعد الفقراء وسميت بطبيبة الفقراء. فيعني ربنا يرحمها ويغفر لها، واحتفل بيها جوجل وحط صورتها على الموقع الرئيسي بتاعه، زي ما بيعمل مع كتير من المشاهير وكتير من المعروفين، وأقربهم يمكن كان لسه من فترة حاطط صورة الفنان أحمد زكي وناس كتير جدا يعني، وكان في شخصيات كتير جدا بتحطوا على الجوجل، فبتعمل عليهم بحث ضخم جدا في وسائل الإعلام ووسائل السوشيال ميديا. الشخصيات المعروفة كلنا عارفينها، في شخصيات بتبقى مجهولة ولكنها عملت حاجات كتير، فلما جوجل بيحطها على الصورة فبتبرز وبتعرف أخبارها زي الدكتورة الكبيرة دي. شكرا.